مرحبا، أنا بشرى، صحفية أردنية مشاركة في برنامج إعلام السلام. اليوم حابة أنقل لكم بعض المعلومات المهمة يلي تبلورت عندي خلال تدريبات البرنامج. من منطلق مسؤوليتي الاجتماعية وبصفتي بالمقام الأول فرد من أفراد هذا المجتمع، بالإضافة لكوني صحفية بحمل على عاتقي مسؤولية التوعية والتثقيف ونقل المعلومات والحقائق مع ضمان عدم الإساءة لأي إنسان وحفظ كرامة الناس وصون حقوقهم، قررت أني أشارككم بعض المعلومات والإرشادات اللي ممكن تساهم بجعل حياتنا أفضل وأكثر إنسانية. إحنا كل يوم نستخدم كلمة السلام عليكم، حبيت أبدأ حديثي معكم بالسلام اللي مفهومه الأساسي بيتمثل بعدم إيذاء الآخرين، أما تقبل الآخر وعدم المساس بكرامته فيعتبر سمة من سمات المجتمعات المتقدمة. للأسف مع ازدياد الكثافة السكانية في العالم وتطور التكنولوجيا وسرعة انتشار المعلومات والأخبار، بلشنا نفقد السيطرة على طبيعة ونوعية المعلومات المتدفقة عبر وسائل الإعلام والاتصال. القضايا المتعلقة بالمرأة دائماً بتلفت انتباه الناس وبتحقق أعداد كبيرة من المشاهدات، ومنصاتنا الإعلامية أثقلت بالأخبار الصارخة، والتسابق على نشر خبر مقتل فتاة أو تعرض أخرى للعنف صار جزء من الروتين الإعلامي. السرعة في النشر لهدف تحقيق سبق صحفي ساهم بشكل كبير بارتكاب المخالفات يلي ممكن تكون سبب في زيادة المشكلات وتفاقمها. من هون انطلق مفهوم الصحافة الحساسة للنوع الاجتماعي، واللي بتعني التزام الإعلام بلعب دور حيوي في تشكيل التصورات الصحيحة تجاه قضايا النوع الاجتماعي ومحاربة التصورات الخاطئة والتمييز والتنميط والتحيز ضد النساء والفتيات. خلينا نبسط الموضوع شوي. الخطوة الأولى، يتوجب علينا التمهل قبل نشر أي معلومة عن أي قضية أو حادثة تتعلق بالنساء والفتيات. الخطوة الثانية، يجب مراعاة المصطلحات المستخدمة مع ضرورة الحصول على الموافقة الواعية للنشر قبل النشر. الخطوة الثالثة، الموافقة الواعية بتعني ضرورة التأكد من أن نشر الخبر أو الموضوع أو الصورة أو أي معلومة ما رح تترك أثر سلبي سواء كان قريب أو بعيد المدى. الخطوة الرابعة، يجب مراعاة مبادئ حقوق الإنسان وحفظ كرامة النساء والفتيات. الخطوة الخامسة، التفكير والتأني قبل النشر والحرص على العمل بمبدأ التوعية والمحتوى الهادف يعتبر أمر أساسي وضرورة وأولوية للعمل الصحفي المتوازن. نصائح، من أهم الأمور يلي بيتوجب التركيز عليها قبل النشر في هيك قضايا هي: أول إشي البعد عن التنميط، ثاني إشي الحرص على نشر محتوى توعوي بيهدف لدعم المرأة وتمكينها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. في نهاية حديثي، العديد من النساء في الأردن والعالم واجهوا أزمات وتحديات وعقبات زادت من معاناتهم الأصلية بسبب سوء النشر في وسائل الإعلام، وفتيات كتير تعرضوا للأذى النفسي ووصمة العار بسبب تشهير وسائل الإعلام لغايات الحصول على السبق الصحفي. النشر الواعي والمحتوى الهادف هو قاعدة وركيزة أساسية للإعلام المتوازن، والمرأة هي مكون رئيسي وأساسي في هذا المجتمع، وأي اختلال في المحتوى اللي بيعرض قضايا النوع الاجتماعي من الممكن أنه يؤدي لحدوث فجوات واختلالات حقيقية في هذا المجتمع. خلينا دائماً نتذكر أنه لكل كلمة صدى.